مشاهدي قناة اليوم، أشن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدف هذا المخيم الذي يحتوي على نازحين من ريف حماة الشمالي الشرقي. الغارات الجوية مما أدت إلى سقوط أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى بصفوف المدنيين. اليوم الساعة 3 عصرا تعرضت منطقة هوني، منطقة نازحين من شرق الطريق، تعرضت لغارتين جويتين روسيات، يعني بين الغارة والغارة ما شغلت 10 دقائق، وراح عدة شهداء ما يقارب 10 شهداء وأكثر من 15 جريح. يعني الحقيقة صار هلع بين الناس وبين الأطفال، أشلاء في الأرض، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني مثل ما احنا شايفين الامور كثير صعبه، وخيام يعني ما هو انه بدي اقول لك انه خيام مثلا او جدار مثلا يحمي كشخصي، يعني خيمه ايش بدها تتحمل لتحمل، يعني حصوي حجر شظي اي شغله عم تسقطها بتضل ماشيه، بيكون لو كان بعيد عنها يعني المسيري من المخيم اقرب مكان مسيري، يعني في اقرب مكان، محل ما نزلت هون تأزل في اخر المخيم تأزل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس اليوم تم استهداف هذا المخيم من قبل الطيار الروسي بغارتين جويتين، وأدى لذلك إلى استشهاد عدد من الأطفال والنساء، من الشهداء أعظمهم من النساء والأطفال، ما يعادل 9 ضحايا وحوالي 15 مصاب أو أكثر.